متابعي قناة بديل تي في، أهلا بكم. وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، جرت صباح اليوم الأحد 5 أبريل 2015 بالقاعة المغطاة بمدينة جرسيف أول ديربي للمدينة بين نادي أمل جرسيف لكرة اليد والنادي الرياضي الجرسيفي. هذه المباراة برسم الدورة الرابعة من القسم الوطني الثاني عصبة الشرق. أول هجمة في اللقاء كانت لعناصر نادي أمل جرسيف، اللاعب دودوح في اتجاه عماد مصطفى تبحيت، ثم عماد دودوح واللاعب عماد يسجل هدفا جميلا. النادي الرياضي وبعد عمل جماعي منظم يتمكن من تسجيل إصابة التعادل. تميز الشوط الأول وخاصة خلال ال 12 دقيقة الأولى بصراع قوي بين الفريقين وتكافؤ في كل شيء، وظلت النتيجة متعادلة 3 أهداف مقابل 3 وهدف جميل لاعب دودوح. كما قلت، كان كل شيء متكافئ خلال النصف الأول من الشوط الأول. أمامكم اللاعب منعم عمري وهدف جميل للنادي الرياضي، لكن ومنذ الدقيقة 13 تمكنت عناصر نادي أمل من تحقيق فارق أهداف كبير. بسطت سيطرتها وفرضت أسلوب لعبها وسط تألق كبير للحارس عماد حماني الذي كان بطل المباراة بامتياز. رميت 7 أمتار وهدف لنادي أمل جرسيف. الدقيقة 17 7 أهداف مقابل 3، وقت مستقطع طلبه سعيد بالقاسمي لتوجيه نصائحه وتوجيه اللاعبين، وأمامكم حسن قصابي في توجيهاته للاعبين. اللاعب معيم عمري وهدف جميل للنادي الرياضي الجرسيفي. تواصلت مجريات الشوط الأول بتسجيل أهداف جميلة من كلا الجانبين مع تفوق واضح لنادي أمل، هدف يضيع بوسط اللاعب دودوح، هدف جميل لنادي أمل. انتهى الشوط الأول بحصة 15 مقابل 6 لصالح نادي أمل جرسيف. خلال بداية الشوط الثاني عرف استفاقة للاعبي نادي الرياضي الجرسيفي وتمكنوا من تقليص أهداف المباراة. أمامكم هدف جميل جدا للاعب منعم عمري، لكن سرعان ما عاد أصدقاء المخضرم مصطفى تبحيت من العودة في النتيجة وتوسيع فارق النقاط وبسط سيطرة تامة على مجريات الشوط الثاني والمباراة ككل. شوط المباراة الثاني عرف هو الآخر أهدافا جميلة من كلا الجانبين. حاول المدرب سعيد بالقاسمي توجيه لاعبه للعودة في النتيجة، ولكن أمام حنكة المدرب حسن قصابي وأمامكم صورة غنية عن التعليق، إصابة اللاعب دودوح وفي غياب دوري الاختصاص يتكلف اللاعبون بحمله خارج رقعة الميدان. إذا تواصلت مجريات اللقاء وهدف جميل للاعب دودوح مصطفى تبحيت وبذكاء في اتجاه دودوح وهدف جميل لنادي أمل الرياضي الجرسيفي. مرة أخرى اللاعبون يتكفلون بحمل اللاعب، وهذه المرة هشام الخصاصي الدقيقة 25، وتفوق دائم لنادي أمل جرسيف وسط تألق كبير للحارس سعيد حماني، اللاعب دودوح مصطفى تبحيت. هؤلاء أبانوا عن إمكانيات جد محترمة من جانب نادي الرياضي. تألق اللاعب منعم عمري وتألق كذلك أوريناح سفيان وطارق عويمر. على كل، انتهت المباراة في أجواء رياضية رائعة وبفوز مستحق لنادي أمل جرسيف بحصة 26 مقابل 18. هنيئا للفريق الفائز وحد أوفر للنادي الرياضي، ونقول هنيئا لمدينة جرسيف بهؤلاء الشباب وبهذين الفريقين. إلى اللقاء.